السيد المحترم الأمين البلادي لمنظمة المجاهدين بولاية عين تيمشنت، الممثل أبناء التنسيق، الممثل الولادي الأمين الولادي لأبناء الشهداء، شركاء الاجتماعيون لسنابات يو جي تي وسنابس، نقابات الأساتذة، نقابات الإداريين، التنظيمات الطلابية، جمع الملايين للتنظيمات الطلابية، السادة العمداء، السيد الأمين العام للجامعة، السيدة والسادة الأمناء العامون للكليات، السيد ملاط ممثل شركة توب لوبز الحاضر معنا، الحضور الكريم من طلبتنا الأعزاء ومن مجاهدينا وكل الأسرة الثورية الحاضرة معنا، طلابنا الأعزاء طالباتنا، الحضور الكريم، كل واحد باسمه ومقامه نرحب بكم جميعا. اليوم الثاني من شهر نوفمبر لنحتفل جميعا بهذه الذكرى الغالية علينا، الذكرى 68 لاندلاع الثورة المجيدة. فأهلا وسهلا بكم جميعا، أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا أقول إنه لمن دواعي سروري اللقاء بكم اليوم في هذه الذكرى المباركة والعزيزة على قلب كل جزائريين.